استهدف العدوان السعودي في 20 من أبريل منطقة فج عطان بقنبلة فراغية تسمى بأم القنابل، غير أبهن بالقوانين والمعارف الدولية التي تحرم استخدام الأسلحة المحرمة على المدنيين والأحياء السكنية. لطالما كانت تستخدم الأسلحة المحرمة في القصف من قبل العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ولبنان وغيرهما من الدول العربية، ولم يحرك العالم ساكنا الذي كان وما يزال صامتا أمام ما ترتكبه قوى العدوان في اليمن باستخدامها أسلحة محرمة دوليا لتبث حالة من الهلع والرعب في منطقة فج عطان في 20 من أبريل عام 2015، هزت أرجاء العاصمة والمناطق المجاورة لتعلن يوما داميا لم يسبق له مثيل في تاريخ جرائم الحرب المستهدفة للإنسانية والمعززة بصمت دولي مخزن. مصادر عسكرية أكدت أن القنبلة الفراغية هي سلاح نووي تكتيكي يستخدم لتدمير مساحات واسعة لا تمتلك سوى دولتين في العالم، أمريكا وروسيا، وتسمى أم القنابل، وهي قنابل مزودة باليورانيوم المستنفذ، واستخدمه سابقا العدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة وجنوب لبنان، كما استخدمته أمريكا في حربها على أفغانستان والشيشان. منظمات حقوقية نددت باستخدام تحالف العدوان السعودي للأسلحة المحرمة دوليا في اليمن، كمنظمة هيومن رايتس ووتش التي أكدت أن السعودية تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. القنابل الفراغية تستخدم عادة لتدمير الملاجئ تحت الأرض، وهي تختلف عن القنابل التقليدية لكونها تنفجر في مرحلتين، يخلق الانفجار الأول سحابة من المواد المتفجرة ثم تفجر في المرحلة الثانية تفجيرا قويا للغاية. وصفها اليمنيون هيروشيما في صنعاء نتيجة العصف الذي نتج عن انفجار القنبلة في منطقة فج عطان. بلقيس أحمد، اليمن اليوم. أقامت اللجنة المنظمة لكسر الحصار